شو هي المحلات البرجر اللي كانت ببيروت قبل الماكدونالدز بالثمانينات والتسعينات، يعني لا وصول الماكدونالدز؟ يعني أنا اللي بتذكرهم جوسي برجر، جوسي برجر، وينرز. وينرز، يعني صرنا نعرف هلا أنت بأي منطقة عايش مراهقتك. وبعد في محل ثالث اللي هو هانيز، انا ما بتذكره. هانيز بعده موجود، هو المحل الوحيد اللي بعده موجود بوجه الحمام العسكري على المنارة. وبدي اعزمك نهار السبت على هانيز، شو رأيك؟ بتشرف. بدي وجه تحية وزقفة كتير كبيرة لكل اللي بيتذكروا جوسي برجر والوينرز والهانيز وعندهم ذكريات بهذه المحلات.